وصار الوقت لنعرف ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك مع نجلاء قباني. يسعد صباحك يا نجلاء. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ودائما ايامكم سعيده. اليوم 20/6 يعني 20 حزيران، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، عطارد متقدما في برج الجوزاء، بالتاكيد المريخ كوكب الطاقة والحماس ما زال متقدما في برج الأسد إلى جانب الزهرة في برج الأسد. يعني الأمور جيدة لأغلب الأبراج، بس المتعب بهاي الفترات هن المواليد برج العقرب والدلو، خلينا نقول أكثرنا تعبا لأنه في برج الثور كمان في برج العذراء شوي، يعني الأمور لا تعتبر كثير الأريح. خليني أولا أقول له أخباره لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم حاول تعمل تغييرات بنظامك الصحي. أنت حدا دائماً مستهتر سواء بأمورك الصحية أو بأمورك العملية، بالمجمل حدا تارك الأمور هيك على البركة شلون ما أجت تجي. لا، أنا بقول هذا الزمن كتير محتاج إنه نرتب، نخطط، نفكر، نتمسك بليونتنا بصبرنا. واليوم بالذات الحقيقة لازم مولود برج الحمل ينتبه من بعض الضغوط الموجودة حواليه. مولود برج الثور اليوم عم بتضيع الفرص للتضامن مع محيطك، مع أنه يوم جيد جداً لحركة، لتكون دبلوماسي لطيف نشيط ومتفهم، وبالغالب أعصابك متينة ومعنوياتك مرتفعة. هاي أيام للسفر، استقبال ضيوف من سفر، لتزويج حدا، ليكون عندك وعد بترقية. مولود برج الجوزاء اليوم عم تهتم بممتلكاتك الخاصة، وصل لك يومين ثلاثة مشغول ببعض الأمور المالية، ماسك ورقة وقلم وعم تحاول تكتب شو الضروري، شو اللازم، شو اللي لازم أحذفه، شو اللي بالنسبة لي شغلة مهمة ما بقدر بلاها. ما بعرف إذا عم بتفكر بطلب سلفي أو تمويل، بس غالباً في مصاريف إضافية وكتيرة عندك. مولود برج السرطان يعني وجود القمر ببرجك عم بيخليك أميل للتغييرات. ما بعرف إذا التغييرات بشكلك، بحياتك، بعلاقاتك، بديكور بيتك، حتى بقراراتك تجاه الآخرين. في وجوه جديدة عم تتعرف عليها هاي الأيام، عم تحاول إصلاح بعض الأخطاء وعم تكسب أصدقاء جدد. مولود برج الأسد، أنت لليوم ما تخلي حدا يتدخل بشؤونك بس بدون سلبية. يعني أنت اليوم شوي سلبي، يمكن في عندك هيك قصة عملت لك بعض المضايقات كأنه مو قادر تاخد قرارات. أنا بقول أنت بس محتاج تقعد شوي مع حالك، تفكر بشيء له علاقة ببكرة، لأنه ابتداء من بكرة بتبلش بقى في عندك حظوظ مساعدة ومرافقة بالنسبة لك لتشعر حالك أنك على صواب. اليوم حاول تبتعد عن سماع الأقوال غير الموثقة. مولود برج العذراء، أحد الأيام الإيجابية لخبر أو لقاء أو عم تقوي علاقاتك بمحيطك، تليفونك ما عم بيوقف رن، يمكن في شيء إيجابي له علاقة بالحماس. قادر تعتمد اليوم على صداقاتك وعلاقاتك، وحواليك سكينة نفس عموماً ومتفرغ كأنه لإصلاحات. مولود برج الميزان، اليوم لا تحمل الشريك مشاكل ليست بسببه. اليوم في ظروف الشريك ما عم بتكون، يعني عم بتطالبه بأكثر مما يستطيع بالغالب، حاول تعتذر إذا أخطأت. عموما أنت حدا عفوي، كلمتك على راس لسانك، بس حاول تحسب ردة فعلك مولود برج الميزان ولا تتسرع. أنت شوي عصبي اليوم ونقاشاتك حادة أحيانا. مولود برج العقرب، أحد الأيام الإيجابية لتتعرف على أصدقاء جدد، لتسافر، ليكون عندك لقاءات. ما بعرف يعني الأجواء الفلكية الحقيقة داعمة لألك مولود برج العقرب. عندك لقاء مهم، شرح لوجهة نظرك، تحسن بعملك، قادر تقنع من حولك بوجهة نظرك وهذا هو الأهم. وعم تحاول وبدون تعمد إنك تسد أغلب الثغرات. مولود برج الدلو، أحد الأيام الإيجابية. الدلو ليش الدلو؟ قوس. اليوم القوس مرتاح، عنده محبة من الآخرين، عم يستوعب غيره بطريقة غير مألوفة، ما عم ترفض طلب من الآخرين، تتمتع بجاذبية وطاقة وتتعرف على أشخاص جدد. عندك روح متفائلة مصممة على النجاح، في علاقات قديمة تساعدك عموماً.
لا تقول لا بصوت عالي مولود برج الجدي وحافظ على أعصابك، وإذا قدرت حاول تمنح الناس اللي حواليك الغفران. يوم فيه هيك نوع من أنواع الاستياء، فيه نوع من أنواع النقد، يمكن تهور أو استعجال أو تبدو نزقاً، يمكن عندك نوبة إحباط. هلأ ما بعرف إذا في بعض المشاكل المهنية أو القانونية، هاي قصة انتبه لليوم. مولود الدلو عنده 100,000 قصة شاغلته وعم يتحمل مسؤولياته معتمداً على صداقاته، مع أنه أنا نصيحتي لك اليوم تعتمد على نفسك أكثر مما تعتمد على صداقاتك، تنظم وقتك، تخلص شغلك، وانتبه إذا قدرت تنام لك نوم الظهر شغلة ساعة ولو نص ساعة أنا موافقة، لحتى ما تصل لآخر اليوم وانت كتير متعب. في زحمة أعمال اليوم عند الدلو أو تفاصيل صغيرة. مولود برج الحوت اليوم أحد الأيام الإيجابية اللي فيها فرح، في مشكلات يمكن بلشت تنحل، خاصة مؤثر بالتفاوض، خطواتك إيجابية، في عندك قصص مهمة العلاقة بتوضيح لبعض الأمور، موهبتك بالكلام عم تخلي أمورك اليوم تترتب، ويمكن هادئ، أنت عندك كسب لحلفاء جدد أو نقاط إيجابية لصالحك. الأكيد أنه عندك تفكير سريع وفعال مولود برج الحوت. يوم 20 كل عام وأنتم بخير، المحاور والمناقش والذي يتعلم من الحوار، شخص بيحكي وبيتصرف بنفس الوقت، متهور أحياناً بأحكامه، منفتح، يسعى إلى امتلاك كل شيء إلكتروني جديد ومتطور، من الأشخاص اللي سريعين التواصل مع الآخرين، يبحث دائماً عن التعلم، دبلوماسي ومحب للجديد وليس روتينياً. السنة إذا بتشتغل بمجالات الأوراق، المستندات، المؤسسات العامة، الأمور الإدارية، فالحظوظ مساعدة جداً بالنسبة لك، قد تحقق أمنية بالنسبة لك كنت عم تحلم فيها يمكن بالأيام السابقة. هلأ أنا بعتبر المتبقي من السنة جيد جداً، سواء بالأمور العملية سواء بالأمور المالية. رسائلكم بالتأكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. وزياد عم بيسألني عن أموره، والله عم تسألني عن علاقة جيدة بالمجمل يا زياد، بس المشكلة إنه هي حدا عصبي وأنت عصبي، واتنتكن بتتخانقوا على أدفى سبب وبتنبسطوا على أصغر سبب، وهي قصة إيجابية، علاقة جيدة جداً وفي عندك حظوظ مساعدة زياد. خديجة عم تسألني عن جوزة محمد، يسعد أوقاتكم. هي حمل وجوزة جدي، بحبك العافية خديجة، I love you. روحي الجدي ما بيضل معك 3 دقايق إذا ما بيحبك، اطمئني من هذه الناحية، بس حدا ما بيعرف يعبر خديجة، يعني هلأ الحمل من الصبح للمساء بيضل بيقول بحبك، بموت فيك كذا، الجدي ما بيعرف يعبر، الجدي تبع راح شغله، خلص شغله، اجى على بيته، أكل لقمة، دخل نام ومشي الحال، يعني فاق الصبح، يعني الأمور بدها دائما ما بيعرف كتير يعبر عن مشاعره، بس لا علاقتكم بالمجمل جيدة. هيفاء عم تسألني عن أمورها، والله ما كتير مرتاحة عاطفيا على الأقل، هل 3-4 شهور لا يعتبروا الأفضل على الصعيد العاطفي؟ عقبة عم بيسألني عن أموره، سنة حظك عاطفيا يا عقبة، سنة جيدة جدا جدا لك، وغالبا فيهم تغيير مفيد، رح بارك لك إذا أراد رب العالمين. بسامة قصيري، يسعد أوقاتك يا بسامة، والله أمورك ضمن إطار الجيد، مع أنه أنا ما كتير بعتبرك يعني بالسن الأريح الأرياح، بس الأمور ضمن إطار الجيد، ما أنا سيئة. نور حابة تساعديني روحي؟ اليوم عندي مشاركتين، عندي فجر ابن عبير 1/6/2003. أمورك جيدة يا فجر، عندك سنة حلوة بالمجمل، يعني على الأقل بالعمل وبالمال. هلأ يمكن في سفر، يمكن أمر عاطفي ما كتير مريح، في شيء من هذا القبيل، بس كعمل ومال أمورك جيدة جداً. تعبوا مال حدا محظوظ، ما بخاف عليك فجر. ومعنا درويش الهبرة 3-3-76، حابب يسأل مدام نجلة عن كل شيء. أمورك جيدة يا درويش، منيحة، السنة جيدة، رغم أنه هال 15 يوم في جزء من تعب، خاصة عاطفياً عائلياً، يعني انتبه على بيتك عموماً أو على أرض بيتك، بس أنا عموماً بشوف السنة جيدة. هلأ هو الشهر السابع انتبه مالياً لأنه ما رح يكون الأفضل، 7-8 شوي فيهم تعب مالي،
بس كالسنة تعتبر إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لك بالمتبقي منها والأمور إيجابية. ساندي عم تسأليني عن الناحية الأتعب يا ساندي، يعني يمكن كل الأمور ماشي حالة ما عاد عاطفياً، لستي في الأريح عاطفياً، بدك للعاشر، من بعد العاشر التاسعة الأمور بتبلش تشد باتجاه الأفضل. رندا أمورك جيدة جداً يا رندا، والله ما بخاف عليك، السنة سنة جيدة جداً بالنسبة لك وإيجابية. نورما أمورك بالعمل وبالمال جيدة، بالعواطف مو كتير، بس سنة بمجملها جيدة روحي، ما في شيء مدعاة للقلق عموماً. إن شاء الله أيامكم سعيدة وتضلوا دائماً بخير. إن شاء الله يا رب، يسعد صباحك يا نجلة. شكراً لك يا مدام، وما ضل غير نشوف طبعاً.